يا شوية هفيات، معرفتش اربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي، هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليا يا ام فتحي، اطلعي يا اختي تدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ ايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مد ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال؟ على العموم هي مش هنا، خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي. حول الله يا ربي. انزلي من العربيه يا حرامية. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عماله ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا، عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكم. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلق بتاعي؟ حلق ايه؟ الحلق الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي يا بنت من الحلق. يوه خد يا ست، كنت اروح بقى فنت كلنا حرميه في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. ها خلاص كل تمام. وايه اللي تممه يا رحمك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسال؟ ده انت بتحلمي يا ست صباح. عليا الطلاق بالثلاثه، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت باشه وانت زعلانه، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت، خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبروها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفك شتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع، وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجعي العربيه بتاعتي يا خالتي صلاح.
يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي، يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد. مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. هنقعد طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري أحش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ أه صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك. بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. الملحق بقى، اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دوت ضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمول. حاضر. انت مفيش بقلبك رايح بقى. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحراميه تاني عشان تسرقنا تاني. على فكره انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكايه بكايه كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي ايه؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ ضربلنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش ببالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح. ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اتفضل. سيف ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعة ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان أنا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده أنا بفكر أتجوز وأقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي. نعم. أخبار القانون الجديد هنا إيه؟ لا والله جت لي متأخر، آخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا أنا. دلوقتي هنعمل إيه في موضوع العقد اللي إحنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا أبلة. بص يا أساتذة، أهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، إحنا بس أهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف. المتحف ده اتأسس سنة 1838، كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم
الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957 انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله مخارجه البروز المناور في لا مؤاخذه كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنيك تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقول لك يا معلمه هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا امور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسم اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعقه. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفة من العفاريت؟ لا خايفة من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ كده معلمة من حتة كده اتفاجئت. لا انا بتخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معاكم وماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي تمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسه مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق. ام سو اكسايتد. يلا بينا يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. نزلني تعال يا حاج. على مهلك على مهلك على مهلك. كمان بس بيان اللي تقع على وشك دي. اه شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب تبعي. بجد ايه اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. Thank you.
فيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. إحنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف. تشدوا سكينة الكهرباء. تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد. تجيبوا العقد والجولي. بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله. وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزه العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه. انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترامي انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقولك يا فنانة هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا الكلام ده ما ياكلش معانا. انتي قبضة فلوس وانتي اللي هتخشي تسألي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة. سيد عضمة whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شوية صباح الشغلانة المنيلة اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد. فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى انا مش عارف ازاي اطوعكوا واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير ده، خد الشفاه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. خد يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غسلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا نيلي يا الغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكينة الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمة. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص. في يا فتحي؟ يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ما تكهربش والنبي.
بس يلا بقى استني. صحيح ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. اه انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس. وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه. اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي. انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه يا عم؟ خلص بقى. انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هتعلي في ايدك ده. خدي. مسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي مش هينفع نهرب ونسيبهم. انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. اه 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 امسك نفسك امسك نفسك. طبعا بتحرقني. انا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هاني. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي بس مفيش وقت. يلا نطوا. يلا يا اخويا عد ما تسكتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاويه قوي. اه امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. مش عارف سمعت كلام كله. انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم في فصيلة دم نادرة. انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتموت ولا حاجة. بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص اللي تسال في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي. يعني ايه فوش؟ يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش هقع لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني. انا بنزف في هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش. في ايه؟
انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور انا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارش لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اهدى انا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده، هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه، ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرز بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه، نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت مسالني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله في نفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على عربيه بوم؟ خلاص يا هاني، اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول، اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة اللي كانت مشكلتي مش معاكم انتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حط حقي. بالسلامة انتم. يلا يا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك اسماعيل ياسين؟ ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقشة اصلا، اوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابيك كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. ايوه. خد الجواب ده، ادي لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح، شبيه الريح. يا عم سيف. ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. اقول ابي الحبيب، امي الغالية، اصيل، ابكي أنزف وأموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، أنت ما اتضربتش بالنار وأنت بتحرس الحدود، أنت اتضربت بالنار وأنت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، أنت اللي خليتني أعمل كده، أنا ما كنتش عايز. أنت حرامي. ما تفكرنيش يا أنت حرامي، وده مصير كل خير. قلت لي روح، أنا ما كنتش عايز أروح. إيه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوية، أنا هطهرها لك
وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطاقه. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عافيه. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. اجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه، صح؟ وانا متبت شن. ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجة. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2 3. ايه يا واد، في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابة. عشان قلت لها تعد 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامة يا خالتي صباح، خمامة. يعني لو كنا عدينا لتلاتة ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكسمة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقة يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالت صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب مادام انت كده بقى، انا هقولك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة. قولي. البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها. أيوة، يعني أخذ كورسات ركوب خيل في نزلة السمان يعني، ولا أعمل إيه؟ لا يا روح أمك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذة كده. لا مؤاخذة إيه؟ خالت صباح لا مؤاخذة، قلت لك أنا كويس وزي الفل وكده، أنا كده. آه طب كويس يا أخويا إنك كده. طب بقى لا مؤاخذة، أتكل أنا على الله وأسيبك تستريح وتفكر لك شوية. خالت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزة اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز مية عشان الشطافة ضعيفة ومش طايلة. لا يا هاني مكسلة، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطة جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هذا اللي مجنن انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت ما فيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متاخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مغزى الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي أوله شرط آخره سور. سور ازاي يا بنت؟ آخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا. ومحدش يجي على حق التاني إلا مؤاخذة. طب مؤاخذة يعني أنا إيه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجلة ونشك إيه الموضوع. أنتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لأ نشك يعني نشوف إيه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. أول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف إنه فوقش أصلاً؟ مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقوله لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا. ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا أحمر؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طب الاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكون شيء. 717 دي صاد ب 717 ده نمرة العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجة؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرة. سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح صاد به طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ اه شيريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه
شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط، ما تاخدي التليفون بنت عم كهرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنا لي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بره. بره ايه وخلاص؟ ما خلاص يا ابني انا قلت كتير ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكون شي صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717 ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى، انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن مش ممكن، بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه، ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هي هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها، صندوق بس. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم، طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ طبعاً لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، وحد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي. يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريس، أم العريس. صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق. صك بوم عك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع. ناو صوت على الموضوع، ودي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيري بارا بام بام بارام بارا بام بام بيري بارارا بيري باريري با بارارارارارارارا. موضوع الله 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 الله. ايه الجمال ده، ايه العظمة دي كلها بصراحة. والله 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 انتوا أنيستونا. أمال إيه؟ أنيستونا. أمال إيه؟ أنيستونا. اتفضلوا 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 يا جماعة، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها، تعالى تعالى أنت. شكريه تفكر أنت على الله بقى. بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هما تعبانين دلوقتي، أنا بعدين هاجي لك على رواقة كده وأجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. ألف سلام. سلام. سلامة.
ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717 ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قعدانا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو مفيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ المؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصون، لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي، ممكن تديني المجلة ثانية؟ ثانية بليز. حاجة مهمة جدا. فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسيكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو، باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعه ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القراده مش هيطلع الا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه ازاي بس؟ ده معاه المجله واحنا معانا المتاهه. متاهه؟ معانا المتاهه ازاي يعني؟ فاكره لما قلت له هات هات المجله بسرعه عايز اشوف حاجه؟ فاكره. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو، وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش؟ ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. ما انا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بيندهله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. مهم ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني
دلوقتي الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في المتاهة، والمتاهة فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجة من الحوار ده؟ صراحة لا. طب هنعمل إيه إحنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير إن إحنا نروح زيارة البابي في السجن ونسأله. هتسألوه ليه؟ الله، ما تسألوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفة اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ أو محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينداله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. طب هو ازاي عم دهب ما عملش اللينك ده؟ ما فهمش انه محظوظ اللي في الستوري ده هو محفوظ. اصل عمك دهب كان بعيد قوي 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 عن محفوظ، ما كانوش يعرفوا بعض، في تباعد يعني. اوكي. طب معلش بقى، ليه حضرتك بتحب تتعبنا؟ يعني ليه مش بتقول على طول؟ الله، اسأليني سؤال مباشر أجاوبك إجابة مباشرة. طب أسألك سؤال مباشر؟ اتفضل. تعرف فين بيت محفوظ؟ طبعا. يا سلام، كان هنا بيت جميل واسع 14 بلكونة واثنين برجولة كبار، وكان إيه صراحة كان ممتع نفسه، يحط الشاي براد كبير قوي في بلكونة، والكيك كده جبل محطوط الناحية دي، والسكر الناحية التانية، ياخد شفطة سفة اتنين تلاتة يبقحوا كده. وهو ليه كان منطور كده يا عم بندق؟ ما كان يحط كله في صينية واحدة ويدفح ويخلصنا. أنا كان عايش في براح. محفوظ كان صاحب مزاج قوي 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 قوي. يا سلام عليك يا محفوظ، 54 حتة كلهم مرة واحدة، توك 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 توك، والشاي وراه. شيء وبتاع ايه، حرام عليك، دي دار الاوبرا مبنيه من الثمانينات. صح، كلامك مظبوط، البنت دي فاهمه ومذاكره كويس قوي قوي قوي. هم لما جم بنوا الاوبرا بقى اشتروا البيت بتاع محفوظ، وبنوا الاوبرا، محفوظ خد الفلوس وطلع على الغردقه، بنى بيت هناك وعمل بيزنس واستقر من ساعتها. طب ليه حضرتك بتعمل فينا كده؟ حرام عليك، انا هعيط وحيات ربنا، احنا زي ولادك. انا غلطت في ايه؟ الله، انتوا قلتوا عاوزين مكان بيت محفوظ، جبت لكم مكان بيت محفوظ. ده مش بيت، ده دار الاوبرا. الاوبرا. اهدي اهدي يا نيلي، بس عشان ما يجيلكيش جلطه. اهدي عم بندق. نعم. انت عارف هو ساكن فين في الغردقه ولا لا؟ على اللسان. هو كان تملي غاوي يقول لك انا عاوز اسكن على اللسان. هو قلت ليه عمل بيت هناك وسكن على اللسان وعمل بيزنس، وبعد كده روحوا اسالوا هناك يا اولاد، دي الغردقه كلها ايه يعني، شارعين تسالوا فيهم. شارعين ايه يا عم بندق، دي مدينه كبيره. يا جاه النبي، يعني اتعمرت قوي كده، الدنيا بتتغير. خلاص يا عم بندق، شكرا، انا هتصرف يا شريهان. هتتصرفي تعملي ايه؟ هتمشي بعربيه نص نقل تقولي فين محفوظ فين محفوظ؟ لا، اعرف واحد عايش هناك هيساعدنا. مين ده؟ اسمه مو، ماي اكس. ومستر اكس ده يعني عمدة الغردقة؟ لا، واحد عايش هناك عادي بس يعرف كل حاجة هناك. لما تلاقوه بقى سلمولي على محفوظ. شريهين، يلا يا شريهين. انتي لسه ما جهزتيش؟ سيف مستنينا تحت. ما انا جهزت اهو. فين حاجتك اللي هتسافري بيها؟ ما هي يا بنتي. ما عندكيش شنطة سفر؟ لا، عندي الشنطة بتاعت المدرسة، هاندي باك حلوة كده، بس لقيتها مش مستاهلة يعني. وريني الكيس اللي في ايدك ده. فرن تيبا من الفينو للجاتو. انت عمرك ما رحتي الغردقة دي قبل كده؟ لا طبعا، رحتها كتير. مش دي اللي بعد شاطئ البترول اللي في فايد؟ انا كنت متأكدة انك هتفضحيني. بس يا نيلي بقى، عشان انا بصراحة قلقانة وخايفة من الراجل اللي اسمه عم دهب ده، لو عرف ان احنا قرطسناه خرابي هيبهدلنا، ده راجل شراني ونابو ازرق. نابو ازرق؟ ما خدتش بالي، ما بيغسلش سنانه يعني؟ بلاش غباء يا نيلي، انا اقصد يعني ايده طايله شريهين، انا مش بفهم الكلام بتاعكوا ده، حبيبتي كلميني عادي. ماشي، شرير يا نيلي، شرير يعني باد جاي. لا، باد جاي على نفسه، المهم نوصل الفلوس قبله. انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكة طويلة، ناخد معانا شوية شندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقة دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايد؟ أولاً مفيش حاجة في الغردقة اسمها شاطئ البترول، تاني حاجة انت جاية معانا ليه أصلاً؟ بقالي 12 سنة بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى أقعد على الشط كده ودلدل رجلي في المية المالحة واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟
طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعه، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حته جبنه رومي، شندوتش لانشون، حته جبنه اسطنبولي كده، وزيتونه خضراء، باكو حلاوه، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع اخدك معايا عند مو. انتوا كلكم مش هينفع اوريكم لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده. انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر وتطلعوا على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو. ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهبه اقول له انت الكلام ده بنفسك. ما انتش شايفه شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز ما حدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري الكيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لسيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيو، عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفته اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكو ده، الغردقه لسه كتير جدا. هيا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والتربنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها تربنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها تربنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصت فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. ما هي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما انت السبب، انت السبب، عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجه انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبه بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبه اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر، انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي، ما بتنقرش بتنبر. whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك اهي، وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد.
خلاص مش مشكلة، أنا هقعد على حجر طنط، أنا حبيتها وأنت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علمياً إحنا الأربعة لو ركبنا العربية دي مع الأسرة الجميلة المدورة دي، العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب ألف. يا ماما أنا عارف إن إحنا الأربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموماً إحنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص، سلام عليكم. معلش يا حاجي، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على إيه؟ سبحان الله، العربية ماشية زي الحلاوة وعربيتنا إحنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. لا 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 مش عجباني، اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ ركبت كويسة يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا، عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوه، في مجنون. انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر، فجايبالي بوزيتيف انرجي. جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي. طبعا، امال ايه. ايوه، عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيبها، واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهج يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا لا لا، ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقول لك ايه، انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو ايه اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حره، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسال. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعده برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شويه، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي، بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير، اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن هاني، الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي، وشنطكم بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامية العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيش يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنت لي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه،
الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا، ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ أنا كده مش هعرف أسوق، مش هعرف أسوق. سوق ايه يا متخلف وأنت معاك عربيتك أصلاً؟ قول مش هعرف أعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو أنا نيلي أنا جيت. مو ار يو اوكي؟ أنت كويس أنت عايش؟ عايش بس كنت مريح شوية. ايه ده نيلي؟ هاي هاي سوري ما خدتش بالي بس انت ايه اللي اخرك كده؟ اتاخرت ايه الساعه 11؟ يا نهار ابيض ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر؟ لا ما تقولش كده يا مو هنلحق البحر. معلم هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجمه انا. باي مو. باي اشوفكم على البحر. باي يا بنات انا هبقى معاه ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول بقلول في اسطنبول. ايه يا مو دول ايديتس انت هتزيد معاهم؟ بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بزبوز. لا 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 يا جماعة كده كتير والله العظيم هيجي لي كرشة نفس. أنا هروح للراجل ده ولا أنتوا هتقضوها بقى عزوز وإحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز. خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعة؟ أنتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا إيه؟ أيوه يلا بينا أنا منت وأبقى جاهز. وأنت مالك أنت؟ إحنا مش عندنا مشوار نروحه. روح أنتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. أنت عايزاه معاكي ليه أصلا؟ ده ملوش لازمة. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزاية؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه، سيبهولي وروحوا انتوا مشواركم على ما ترجعوا تلاقوني ايه؟ وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني فور لايك 2 اور 3 دايز. لا نبات احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات. الحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا مو احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله مش للدرجات يعني. Bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita cinturita, bonita web, bonita. Fuego. Oh no, get one, that's fuego. Boom, boom, porque te hace el cuerpo tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido. Acelera más rápido, dale, muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más tabaco, es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy que yeah. Eléctrica, eléctrica. مساء الخير. لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم هو موجود. في ميعاد؟ ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام لحظات وهبلغه. El verano está caliente, la playa está caliente.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. ميرسي. ثانك يو انتي، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر. تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي. اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. ها وانت ابوك عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دس فيها بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيته ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيته وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بين لك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ده يا تاشا. الملوخيه ده. ايوه انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيه بتاعتك الدوله. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته مش زلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيولي يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف انا ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس. بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي، انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا،